توفير المعلومات والبيانات الأساسية ذات الجودة العالية المتعلقة برسم الخرائط الجيولوجية وجرد الموارد المعدنية للمستثمرين من أجل تشجيع وتحفيز البحث المنجمي يعد القاعدة الأساسية لترقية الاستثمار المنجمي، وهو ما تعمل عليه المصلحة الجيولوجية الجزائرية للقطاع. هذه السنة لدينا 13 خرائط في الشمال، شمال الجزائري، 3 خرائط في الجنوب، ولدينا مشروع كبير هو خريطة الجزائر على سلم 1500 مليم، ولأن الخريطة اللي عندنا المتوفرة الآن هي من 1952. وضع قاعدة معلومات جد وتارية تحت تصرف المستثمرين من شأنه تعزيز عملية التنقيب والاستكشاف، وبالتالي تشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي الذي يعول عليه لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. حسب خرائط جيولوجية عندنا معالم، عندنا معالم عليهم، وحنا نروحوا باش ندقوا الدراسة عليهم. البرنامج الاستكشاف المنجمي لمدة 2021-2023 يخص 26 مشروع على 35 ولاية للبحث أكثر من 9 مواد منجمية. مسودة مشروع قانون المناجم الجديد الذي سيعرض للنقاش خلال الأسابيع المقبلة يشمل عدة إصلاحات في الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع.